حمره وبيليش نقول ليه اللي انا كف ايوه ما سيدة عادي قاه يعني اللي سهان يرق قفت بلادك وحلا قرب اينو هذا دورقي هاي هل اللي بيعت دواتن 60 متر الا هل اللي بيعت دواتن الشم هل كدومر كلا قرب اينا هذان هل اللي بيعت كنتن 60 متر الا هل اللي بيع لحن 60 متر نرق قفك بني آدم كأه وحقو عامية في دس ديالو يقان أرامتس إيواي كروموسومس كواسو قفك كديقة إنو نقض قف دير أما قف قابان سيدا درتت دمرك وحي إليهين هال كروموسوم كاسو أه أرامتس هال كرقو إليهين لا وضبا وانا سببتا كنتي إن رقو مرو بأي كده ديرادان دمرك سيدو كلا دراسل سمية إيا لغو أقادة إن شاي طوانكي رقا إجرتو هال قبر أوله لرقو دو أكلا تاسو كديقن إن بدي رقو إكده ديريهين دمرك salaahan gabadha magaceedu waa Rumaysa waxay u dhalatay dalka Turkiga dhirirkeedu waa 2.15 cm taas oo aan dhigi karno inuu sabab u yahay asalkeeda balse sidaas kuma aysan noqonin qofka dunida ugu dheer oo waxa jira wiil isna u dhashay isla dalkaas Turkiga kaas oo lagu magacaabo Sultan Kosin dhirirkiisu waa 2.15 cm taas oo ka dhigan inuu isaga yahay qofka dunida ugu dheer hore Soomaali u tiri dumartan ugu dheer ma gaarto halka ragga kan ugu gaaban u gaaro